السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفترة الأخيرة يمكن بعد الحجز على أرصدة نادي الزمالك حصل كلام كتير قوي في الموضوع ده، لأن الموضوع ده فيه تفصيلتين مهمين عايز أوضحهم، وثقوا في إن إحنا الحمد لله رب العالمين بنحاول ننقل لكم الصورة داخل النادي بشكل معين عشان الجمهور يبقى مطمن، لأن أنا اللي يهمني في المقام الأول ان جمهور الزمالك يبقى مطمن على فرقته وعلى ان الحاجات اللي بتحصل جوه الفرقه او المشاكل اللي بتحصل جوه النادي اللي ممكن تتحل داخليا وبتتحل الحمد لله رب العالمين، بس تبقى عندكم التفاصيل كامله وعندكم كل الحاجات اللي ممكن انتوا تبقوا تسالوا عليها او عايزين تعرفوها. اول حاجه، الفتره الاخيره بعد الحجوزات اللي حصلت على النادي من الاستاذ ممدوح عباس حصلت مشكله، في حد داخل الإدارة المالية بيسرب الأخبار بتاعة الفلوس بتخش إمتى وبتطلع إمتى والحسابات اللي فيها فلوس والبنوك اللي فيها حسابات فيها فلوس كتير لجانب الأستاذ ممدوح عباس اللي منه بيبتدي يتحجز على أرصدة نادي الزمالك ويحصل مشكلة داخل نادي الزمالك. اللي بيه حصل تحقيق داخلي في الإدارة المالية، والتحقيق ده الغرض منه ايقاف نزيف الاخبار الداخليه اللي بتحصل داخل نادي الزمالك اللي بيه محدش يعرف ان الحساب ده فيه كام وانه حساب فيه فلوس وانه حساب ما فيهوش فلوس، عشان محدش يجي يحجز على ارصده نادي الزمالك تاني، لان الفتره اللي جايه محتاجه شويه استقرار مالي اللي بيه الفرقه وقت ما تحتاج فلوس تلاقي، او الالعاب وقت ما تحتاج فلوس تلاقي، انما كل شويه الحساب الفلاني موقوف، الحساب العلاني مش عارف ايه، في مشكله في الحساب ده عشان الارصده محجوز عليها. فمن هنا التحقيق ده شمل بعض الناس، ووصل مسؤول نادي الزمالك ان في بعض الناس اللي شغاله في الاداره الماليه بتسرب الاخبار دي، واللي بيه برضو واللي منه في الفتره الجايه هيبقى استبعاد الناس دي خالص. طب ايه اللي خلاني بتكلم في الموضوع ده؟ لان الموضوع ده في الفتره الجايه في فلوس داخله نادي الزمالك من اكتر من مصدر او من اكتر من مكان، واهمهم فلوس محمود عبد المنعم كهربا. وانا كنت قلت لكم قبل كده ان شرط ان الفلوس دي تخش ان نادي الزمالك هو اللي يحدد الحساب والبنك اللي هيتحول عليه الفلوس وهيبعت للفيفا بالكلام ده. طيب ماشي، يبقى من هنا لازم نادي الزمالك الاول يشوف المصدر اللي بيسرب الاخبار دي مين ويبتدي يستبعده عشان لما الفلوس دي تخش ما تحجزش عليها، لان كمان الزمالك كان المفروض هيخلص بعض الصفقات الفتره الاخيره وتاخرت شويه بسبب الحجوزات اللي موجوده على ارصده النادي. فهنا التحقيق كان شامل كل الاداره الماليه، وشبه ان اكتشفوا الناس اللي بتتسرب الاخبار دي، او اكتشفوا الناس اللي هي بتعمل شوشره في الحته الماليه وبتعرف الناس اللي ليها فلوس داخل النادي ان الحساب ده اللي فيه فلوس عشان يتحجز عليه. دي خاصه بمشكله الارصده ومشكله الحجوزات على الارصده ومشكله الفلوس اللي بتخش نادي الزمالك اللي محدش يعرف عنها اي حاجه، والموضوع ده بيتحل كامل مكمل. طب ماشي، ده اول موضوع. الموضوعين التانيين مهمين جدا. الموضوع الاولاني بيهم جمهور الزمالك وعندي فيه تفاصيل مهمه جدا، موضوع عمرو السيسي وعوده دونجا من الاصابه هتبقى في خلال قد ايه، لان انا عندي اخبار كويسه جدا بالنسبه لدونجا. دونجا الحمد لله رب العالمين سرعة استجابته في الإصابة عالية جدا، لدرجة ان هو كان بيفكر بشكل كبير جدا ان هو عايز يلحق ماتش السوبر بتاع النادي الأهلي، بيستعجل او بيسابق الزمن، مش عايزين نقول بنستعجل، بيسابق الزمن ان هو يلحق مباراة النادي الأهلي في السوبر. ويمكن اتحدث او اتكلم مع الإدارة الفنية واتكلم مع الأستاذ أمير مرتضى كإدارة كحد إداري في الفرقة والمشرف العام على الكورة، وطلب منه إن هو بيحاول يجهز مع الدكتور
المشرف على الاصابات دكتور محمد اسامه عشان يشوف ازاي يستعجل موضوع العلاج الطبيعي بسرعه والتجهيز والاستشفاء بتاعه او يرجع بسرعه من الاصابه يعني. التاهيل بتاعه. مش هكدب عليكم برضو، دونجا مش هيلحق ماتش السوبر باي شكل من الاشكال. حتى فيريرا نفسه قال انا مش عايز استعجل عليه ان انا انزله بدري قبل ما اصابته تخف 100%، اللي منه ممكن الاصابه لا قدر الله يحصل فيها تطورات تخليه يغيب لفترات كبيره. انما دونجا انا بقول لكم وبوعدكم ان دونجا بعد ماتش كاس السوبر هيكون موجود في الملعب مع زمايله بيجهز للاشتراك في المباريات. والكلام ده معلومه مش كلام وخلاص. يبقى هنا دونجا سرعه الاستشفاء بتاعه عاليه زائد سرعه العلاج بتاعته بيسابق فيها الزمن، ان هو ان شاء الله باذن الله مش هيلحق السوبر خلاص. وده انا بقول لكم كلام من 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 يعني كلام اكيد 100%. دونجا مش هيلحق كاس السوبر ضد النادي الاهلي، انما بعد كاس السوبر ان شاء الله باذن الله يبقى موجود مع الفرقه، ان شاء الله باذن الله يشارك في المباريات بعد ماتش كاس السوبر. عمرو السيسي وانهاء صفقته. بكره الصفقه دي هتنتهي بقى او لا؟ تفاصيل ايه يا كابتن طارق؟ التفاصيل ايه يا عم طارق؟ التفاصيل بالظبط. نادي الزمالك اتصل بالاستاذ محمد طويله. وهيخلص الصفقه دي نادي الزمالك عن طريق عقد ثلاثي ما بينه وما بين نادي الطلائع وما بين الاستاذ محمد الطويله كنادي النجوم والزمالك. اللي بيه نادي طلائع الجيش نادي الزمالك هيحاول يزود القيمه الماليه بتاع نادي طلائع الجيش من النص اللي هي 7.5 مليون، ممكن تزيد شويه. ممكن تزيد شويه عشان تخلص الصفقه. اللي بيه برضو نادي الزمالك يتفق مع الاستاذ محمد الطويله على رقم اللي هو نص ال 15 مليون اللي انا قلت عليهم امبارح لنادي النجوم، وممكن القيمه الماليه بتاع نادي الطلائع تزيد شويه. ويبقى العقد عقد ثلاثي ما بين نادي الزمالك والنجوم وما بين نادي الزمالك وطلائع الجيش، وكده الصفقه تخلص. لان الاستاذ محمد الطويله ممكن يتفق مع نادي الطلائع على ان انا موافق على رقم 15 مليون. لو وافق الاستاذ محمد الطويله بال 15 مليون هيبقى نادي الطلائع ما قدامهش حلول غير ان هو يوافق. بس نادي الزمالك هيراضي نادي او هيزود القيمه، مش هيراضي، هيزود القيمه الماليه بتاع نادي طلائع الجيش. اللي بيه نادي طلائع الجيش يوافق ونادي النجوم الموضوع يبقى بالنسبه له خلص. بكره الموضوع ده يا يخلص بقى يا لا. برضو ما زلت بقول يا يا لا، لان لحد دلوقتي الصفقه خلصت رسمي لا. انما نادي الزمالك بيجتهد هنا وبيجتهد هنا وبيكلم الاستاذ محمد الطويله وبيكلم وبيتفق مع نادي طلائع الجيش لحد من ساعه. خدوا بالكم انا اتكلمت كتير في الصفقه دي كل يوم على مش يعني كل يوم بنتكلم فيها، لان بيبقى فيها تفاصيل جديده. يعني تفاصيل العقد الثلاثي دي مفيش حد في مصر هيقول لكم عليها غيرنا. في ناس كتير طلعت قالت يا جماعه السيسي خد الاستغناء، يا جماعه السيسي في الزمالك لسه، عمرو السيسي لسه ما خلصش رسمي. انما المفاوضات مع نادي الطلائع ومع نادي النجوم ماشيه بشكل كويس جدا جدا جدا. وان شاء الله باذن الله بكره مش بقول لكم بقى 48 ساعه زي كل مره، لا، بكره الصفقه دي هيبقى فيها حل، هيبقى فيها نهايه، على اساس ان نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله بيسعى تاني وتالت ورابع بعد الكلام اللي الولد اتكلم فيه، وان الولد عنده استعداد يضحي باي حاجه في سبيل ان هو يلبس الفانله البيضاء. نادي الزمالك كمان بيقاتل على الولد لاني حاسس ان الولد متمسك بالنادي جدا. انا بديكوا التفاصيل دي عشان جمهور الزمالك بيسال كتير. انا ما عنديش تفاصيل لسه عن بعد الكلام اللي انا قلته بتاع الستة مليون ان لازم يبقى فيه كاش بالنسبه للاعب نادي وادي دجله يوسف حسن، لسه ما عنديش تفاصيل جديده عشان كده مش بتكلم عليها، لان في ناس بتسال كتير عليها. بالنسبه لموضوع يوسف البلايلي ما حدش اتكلم فيه.
انا بقول لكم محدش يتكلم فيه، لان نادي الزمالك عنده 5 اجانب وما عندوش استعداد يضحي باي حد فيهم دلوقتي. ال5 الاجانب دول مكملين وكلكم عارفين. فموضوع يوسف البلايلي والقعده بتاع امبارح وان ابوه هنا وان الكلام ده كله مفيش. نادي الزمالك ما بيتفاوضش مع يوسف البلايلي، نادي الزمالك مش هيجيب افريقي تاني دلوقتي، نادي الزمالك مش هيجيب اجنبي تاني دلوقتي، خلاص هو قفل الباب على الحته دي والموضوع مقفول بالضبه والمفتاح. الصفقتين اللي ممكن نادي الزمالك بيتكلم فيهم يوسف حسن وعمرو السيسي، غير كده مفيش حاجه تاني. حبينا نوضح لكم التفاصيل كلها اللي موجوده داخل نادي الزمالك، سواء الاداره الماليه والمشكله اللي فيها، سواء دونجا واصابته، سواء انتهاء صفقه عمرو السيسي في خلال 24 ساعه. كل التحيه ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.